فقره ترند اونلاين معانا من خلال سكايب الناقد الرياضي الكبير سعيد علي الناقد الرياضي بالمصري اليوم عشان نتكلم معاه في بعض الامور والملفات الهامه اللي بتخص تحديدا النادي الاهلي. يا سعيد برحب بيك، اهلا بيك. اهلا بمشاهديك في برنامج ترند ومشاهدي قناه الاهلي. منورنا يا سعيد. في البدايه عايز اتكلم معاك عن نتائج قرعه دوري ابطال افريقيا ورايك ايه في مجموعه النادي الاهلي تحديدا. في الحقيقه امير انا بشوف مجموعه النادي الاهلي هي مجموعه متوازنه، والتوازن ده انا بشوفه بيؤدي الى صعوبه ما الناس يمكن شفت الناس بتتكلم او استسهلت الامور بعض الشيء لما شافت الانديه اللي مع النادي الاهلي، لكن انا شخصيا بشوف ان هذا التوازن بيؤدي الى صعوبه وربما خطر. بشوف ده ازاي؟ لان النادي الاهلي معاه في المجموعه ثلاث انديه بتمتلك طموح الصعود. بمعنى ايه يا امير؟ بمعنى انك لما بتكون في مجموعه فيها اثنين انديه كبار جدا واسماء كبيره جدا بيكون الموضوع سهل انكم انتوا الاثنين تصعدوا مع بعض في وجود فريقين ما عندهمش طموح الصعود، او انتوا مسافات او الفجوه بينك كنادي كبير انت والنادي اللي معاك وبين الناديين الصغيرين كبيره جدا. يعني اضرب لك مثلا ما بين لما شفنا في قرعه دوري ابطال اوروبا شفنا يوفنتوس وبرشلونه، كل الناس قالت مجموعه صعبه جدا، رونالدو وميسي ومواجهه ثانيه، في حين الناس استسهلت مجموعه ريال مدريد. لما جينا شفنا المباريات لقينا ان يوفنتوس وبرشلونه مجموعه سهله جدا جدا، الاثنين صعبين من بدري، ورغم ان يوفنتوس بدا مشواره بتعادل ثم هزيمه امام برشلونه قدر في النهايه يصعد اول. ليه؟ لان مفيش فرق عندها طموح للمنافسه، فالمنافسه كانت محصوره ما بين يوفنتوس وبرشلونه فقط، ده وضع الناديين الكبيرين. اما في مجموعه ريال مدريد الناس استسهلت جلادباخ شختار انتر، لكن في النهايه لما كانت الثلاث انديه الاخرين مع ريال مدريد عندهم نفس الطموح فالمجموعه تأجل حسم المقاعد اللي هتصعد فيها للجوله الاخيره. ده الوضع اللي في مجموعه النادي الاهلي. انا بشوف فيتا كلاب سيمبا التنزاني المريخ مفيش فجوات كبيره بينهم، الفجوه قريبه، فاذا جميعهم او ثلاثتهم هيطمعوا في انهم يصعدوا الدور الثاني، فبالتالي الثلاثه هيلعبوا مباريات صعبه جدا قدامك، كل واحد يلعب وهو عنده طموح انه يصعد، فده هيصعب الامور على النادي الاهلي. ده بشكل عام. لما اجي اتكلم في التفاصيل شويه برضو عايز اقول للناس اللي استسهلت، لما اجي ابص على فريق زي فيتا كلارك، فريق في البطوله الماضيه خرج من المجموعات لكنه كان في مجموعه الموت، كان مع نادي الترجي التونسي وكان مع الرجاء البيضاوي كان في عهد النهائي وكان مع شبيبه القبائل. ولما تبص يا امير في تفاصيل المباريات هو كان ند قوي جدا جدا لدرجه انه كان بيستحوذ في الثلاث مباريات اللي على ملعبه بنسبه تفوق 65%، واقل عدد تسديدات يا امير سدده كان 16 تسديده الى 22 تسديده في اعلى مباراه ليه. فبالتالي هو ند قوي جدا 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 للترجي والرجاء البيضاوي المغربي. لما يكون بهذه النديه فانت امام فريق صعب جدا، ما ينفعش ابدا تتساهل معاه. فبالتالي انا ضد فكره التسهيل. ايوه في فجوه لصالح نادي الاهلي وكل فرق المجموعه، لكن اذا تعاملت بهذه الجديه اللي انا بتكلم بيها وادركت ان في نديه في المواجهات فبالتالي استطيع ان اقول النادي الاهلي هيصعد اول ان شاء الله باذن الله، وبفارق نقاط اذا تعامل بالجديه اللي انا بقول عليها. وان شاء الله انا واثق تماما ان العقليه الاحترافيه في النادي الاهلي هي اللي بتفكر بالطريقه دي ومدركه طبيعه الخصوم عامله ازاي ومدركه طموحات الناس عامله ازاي، فبالتالي هيكون في تعامل جاد جدا، وهشوف في النهايه ان النادي الاهلي هيصعد باذن الله في الصداره وهيكون في منافسه على البطاقه الثانيه. طيب بالتالي يا سعيد نظرا للقائمه الموجوده دلوقتي في صفوف النادي الاهلي والاسماء المميزه اللي موجوده، شايف فرص المنافسه على اللقب نفسه والوصول للمباراه النهائيه بالنسبه للنادي الاهلي ازاي؟ بشوف ان ظروف النادي الاهلي هذا الموسم افضل بكتير من الموسم الماضي. يعني النادي الاهلي افضل بكتير جدا. النادي الاهلي اصبح يمتلك في كل مركز او خلينا نقول في المراكز الحساسه بالتحديد لاعب واثنين وثلاثه الفجوه بينهم قليله جدا جدا جدا، وده اللي مخلي النادي الاهلي رغم عدد الاصابات الكبيره اللي حصل في الفتره الاخيره ورغم غيابات مؤثره جدا 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 النادي الاهلي بيسير بنفس الخطه. يعني انا عايز اقول لك ان غياب لاعب زي قفشه بطبيعه مركزه وطبيعه ادواره يوقع اي فرقه. انا شخصيا شفت نادي الزمالك تاثر كتير جدا 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 في فتره غياب اوباما، مش بس لان اوباما لاعب مهم، لا طبيعه مركز اوباما وقفشه هي محوريه طبعا. لكن النادي الاهلي بسبب الوفره الكبيره في عدد اللاعبين منحت مستر موسيماني مرونه،
في استبدال التكتيك، فشفناه لعب مرات ب 4 3 3 و 4 2 3 1، قدر ينوع، قدر يخلق حلول اضافيه، وساعده في ده ان زي ما انت قلت يا امير في وفره كبيره جدا جدا في القايمه، في لعيبه كتير عندها الطموح، في لعيبه استوت ونضجت وتقدر تدي في الفتره دي للنادي الاهلي. كمان احنا الفتره اللي جايه مع تتالي المباريات ولعب في اكتر من عنصر محتاجين شويه لعب اكتر، هنصل باذن الله في الادوار الاقصائيه لدوري ابطال افريقيا بشكل افضل كتير جدا جدا من الفتره الحاليه باذن الله. طيب سعيد، عايز اسالك عن تقييمك بالنسبه لمشوار النادي الاهلي في بطوله الدوري حتى الان، 5 مباريات 13 نقطه، رايك ايه؟ انا بشوف ان النادي الاهلي قدم بدايه رائعه جدا جدا جدا، وقد تصل الى المثاليه في ظل معطيات الاصابات اللي اتكلمت عليها يا امير. طيب. يعني لو النادي الاهلي مكتمل وبيكمل بنفس السيستم ونفس الفريق وما عندوش المشاكل اللي حصلت، لا انا اعتقد ان كانت الفجوه هتبقى كبيره جدا جدا جدا. يعني مثلا النهارده النادي الاهلي النهارده مسجل 12 هدف واستقبل هدف وحيد بالظبط، رغم كل هذه الظروف، رغم ان في اصابات كورونا وغيابات و و و، فانا بشوف لا بدايه النادي الاهلي بدايه رائعه. بشوف كمان ان موسيماني، مستر موسيماني طول الوقت قادر يثبت لي انه راجل مرن جدا، ولما تكون دي النتائج اللي بيقدمها في اصعب الظروف، لان انا بعتبر ان مش هيكون في اسوء من عدد الغيابات 7 8 10 لاعبين، مش هشوف ظرف اسوء من كده، مش هشوف ظرف اسوء من انت بتلعب من غير باك رايت، وان انت بتفقد اهم 2 عندك في نص الملعب ديانج والسوليه فتره طويله، واصلا على العاب قفشه، مفيش اسوء من كده. رغم ده انت قادر تتعامل وقادر تخلي الجميع يقول على كل البدايه انهم لعيبه سوبر. الناس كلها لما تشيد باكرم توفيق ودوره المهم في المباراه الاخيره، الناس كلها لما بتشيد محمد شريف وتشوفه هداف مهم للكره المصريه وانه هيكون ليه دور في الفتره الجايه. طيب سعيد، مش ملاحظ سوء مستوى التحكيم تحديدا في مباريات الاهلي؟ يعني عايز اخد تقييمك للتحكيم مع النادي الاهلي في 5 مباريات. ده شيء مؤكد يا امير، مش سعيد بس اللي ملاحظ، مصر كلها ملاحظ ده، خاصة يا امير لما يتعلق الامر بالاهداف اللي هي تسلل ولا مش تسلل. ده يعني دي ما فيهاش جدال، ده موضوع ما ينفعش يبقى فيه نقاش يا جماعه. عيب قوي 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 ان احنا يبقى مش قادرين نحدد الاوفسايد بتقنيه فار. يعني انا بعتبر ده التقنيه موجوده ليه يعني؟ يعني هل الخلل في التقنيه ام الخلل في اللي قاعد قدام التقنيه ام الخلل في حد بيحرك الاثنين مع بعض؟ هدفين للاهلي اتلغوا لحد دلوقتي يا سعيد، هدفين للاهلي وضربه جزاء ما اتحسبتش. هدفين واضحين جدا جدا يا امير، والازمه ان الهدفين زي ما بقول لك من تسلل، يعني ما فيهاش جدال. يعني لو في احتماليه التحام بين لاعب ولاعب، لكن الاوفسايد معروف، خطوط بتترسم واضحه جدا يا جماعه. احنا بنشوف في الدوري الانجليزي ازاي الناس بتقيس بالمليمتر، ازاي الناس بتتأنى، مفيش اي هدف من يوم تقنيه الفار لحد نتمنى ان الامور تنصلح بخصوص التحكيم تحديدا. يا سعيد انا بشكرك شكرا جزيلا، الصديق العزيز سعيد علي الناقد الرياضي بالمصري اليوم، اللي كان معانا من خلال السكايب واتكلم معانا في بعض النقاط المهمه جدا تتعلق بالنادي الاهلي. فاصل وبعد الفاصل نكمل، يلا.